فريق كبير، لكن في إيطاليا يجد الصعاب أن يضم ألكسندر باتو اللاعب اللي يختال فريق ريال مدريد. التألق المدرب ليو حذر اللاعبين بعدم الاستهانة من الفريق المنافس فريق كييفو. الكرة تبعد من ماركوليني، ماركوليني تعود من أليساندرو نيستا بيرو، والكرة تبعد في انطلاقة سريعة، هجوم عكسي للكييفو، لكن نيستا يعيد الكرة لتياغو سيلفا. في المؤتمر الصحفي صرح بأنه لا يخشى الميلان وبأنه غير متخوف من ميلان. ركنية في تنفيذ السيدورف، نيستا بالراس، المتابعة من حارس المرمى رونالدينيو من جديد يمر. رونالدينيو ربما كان يبحث عن ركلة جزاء أمام الإعادة. سورينتيني تابع الكرة ويفقد الكرة، متابعة كانت من مانتوفاني، تعود من جديد انه يفقد الكرة لوتشيانو، لكن الصخرة الناكرة صاحب هدف الوحيد حتى هذه اللحظة. نيستا يتابع، ضغط من تياغو سيلفا، يحاول الميلان اللي يلعب باسلوب الضغط الجماعي. أليساندرو نيستا، نيستا يعيد الكرة لوراء. أبطال والدوري المحلي، انطلاقة سريعة، إمكانية للتهديف، فرصة لكييفو، نيستا يتابع، لكن نيستا انقضاض رائع والتدخل من جانب لاعب فريق باو، ضربة قاضية أمام نادي الإعادة. تياغو سيلفا في المواجهات المباشرة يعاني هذا البرازيلي، لكن أمامنا الذهاء والذكاء أمام الإعادة في خطأ كان فادع من تياغو سيلفا. عودة بسرعة من أليساندرو نيستا اللي تمكن من إبعادة والخطأ الفادع من تياغو سيلفا. في كل مباراة لابد من خطأ فادع من تياغو سيلفا في كل مباراة. كان في البداية يلعب بطريقة 4-3-1 بعد إجراء هذا الاستبدال. واضح يعني للدفاع كييفو، كرة مقوسة من بيرلو، دفاع كييفو يتابع، كرة تعود لبيرلو من جديد، والتعادل يأتي لتيع، المتابعة تأتي عن طريق من؟ هدف التعديل لميلان، ميلان يدرك التعديل عن طريق أليساندرو نيستا، نيستا يضع الكرة داخل الشباك، الكرة في البورتا، التعديل عن طريق نيستا. في مرة أولى العارضة قالت لا، لكن في مرة ثانية أليساندرو نيستا يتمكن من تعديل النتيجة. ميلان يتمكن من التعديل والمنقذ هو أليساندرو، أليساندرو نيستا يقدم مباراة كبيرة. أليساندرو نيستا شاهدنا الدور الكبير في الجانب الدفاعي، الآن يتقدم للأمام نيستا ويتمكن من التعديل. واحد سريع عن طريق اللاعب بينزي، بينزي يلعب كرة طويلة، نيستا يتابع، كرة تصل لماسيمو هودو، برافو نيستا. كرة من جديد تبعت للأمام من أرياتي، تعود في لقاء وحيد فقط، كرة عند أليساندرو نيستا. نيستا يريد أن يحسم هذه الموقع لمصلحته، ركنية لميلان، والثاني خدياتي، الثاني خدياتي، الثاني خدياتي، دوبيتا لأليساندرو نيستا للمرة الثانية. تيست قوية من نيستا، تيست قوية من نيستا، ونيستا بطل هذه المباراة. أليساندرو نيستا دوبيتا من هذا المدافع على طريقة الهدافين. أليساندرو نيستا، نيستا يعيد الميلان من بعيد، نيستا يقول الفينشري لميلان، ميلان يفوز على كييفو بفضل أليساندرو نيستا للمرة الثانية. نيستا تفوق على الحارس سورينتينو. الميلان 2 كييفو 1، الميلان 2 كييفو 1، ميلان يتقدم، فانتاجو للميلان بفضل اللاعب أليساندرو نيستا. واخيرا الميلان يعود من بعيد، ميلان كبير في الشامبيونز ليج، في الكالتشو الايطالي، الميلان يؤكد التألق، يؤكد العودة. أن تشاهد بيبونزيجي يقوم بمجهود فردي ويتلاعب بالمدافع تياغو سيلفا، يمرر لسيدورف. ميلان وجمهوره في انتظار صافرة النهاية، والحكم بيرغونسي يعلن عن انتهاء اللقاء. لقاء كان صعب تماما. أليساندرو نيستا، ميلان يتمكن من تحقيق هذا الانتصار الهام جدا لهذا الفريق.